أهلا بكم مشاهدينا من جديد. اجتمع معالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط على هامش فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي لاحتجاز واستخدام وتخزين الكربون بمدينة الرياض مع عدد من الرؤساء التنفيذيين للشركات النفطية سلامبرجر إير برودكت وجي إكس. وخلال الاجتماع ناقش معالي الوزير مع الرؤساء التنفيذيين أهم المواضيع النفطية ذات العلاقة وسبل تعزيز التعاون في تطوير القطاع النفطي في مملكة البحرين من خلال تعزيز فرص الاستثمار في المشاريع الحيوية الرامية إلى زيادة الإنتاج وتعزيز الاقتصاد الوطني، مشيرا معاليه إلى أهم المشاريع والمبادرات التي نفذتها مملكة البحرين في الشأن البيئي بهدف المحافظة على المناخ الذي بات من المهم على جميع دول العالم، المضي نحو تأسيس العديد من المشاريع المعنية في المحافظة على تغيير المناخ وتنفيذ بنود اتفاقية باريس للتغيير المناخي. أعلن مصرف البحرين المركزي عن تغطية الإصدار رقم 1797 من أذنة الخزانة الحكومية الشهرية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين. التقرير التالي يستعرض التفاصيل. قرع جاسم الصديقي رئيس مجلس إدارة مجموعة جي اف اتش المالية التي تتخذ من مملكة البحرين مقرا لها جرس افتتاح السوق احتفالا بإدراج المجموعة صكوكا بقيمة 300 مليون دولار أمريكي في بورصة ناسداك بدبي، ويهدف إصدار الصكوك إلى دعم خطط النمو والتوسع في الأنشطة والمشاريع الحالية والمستقبلية للمجموعة، معززة بذلك مركزها المالي وتمويل المرحلة التالية من مسيرة نموها. شهدت هذه الصكوك إقبالا واسعا حيث تجاوز حجم الاكتتاب أكثر من ضعفي حجم المعروض. والآن مشاهدينا نترككم مع أسعار صرف دينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية التعاقدات هذا اليوم، ونبدأ مع البورصة المحلية. فقد أقفل مؤشر البحرين العام على تقدم نسبته 11%، مغلقا التداولات عن مستوى 1662 نقطة، وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاعات البنوك التجارية الاستثمار والتأمين. وقد تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 2,664,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 732 ألف دينار تم تنفيذها من خلال 68 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع الخدمات. أما بالنسبة إلى أغلاقات باقي البورصات الخليجية، وكما نلاحظ على الشاشة كانت أكبر الفائزين في نهاية التداولات هذا اليوم سوق مسقط للأوراق المالية التي أقفلت على ارتفاع نسبته 25%، وفي المقابل أغلقت سوق دبي المالية على انخفاض نسبته نقطتان مئويتان تقريباً. ارتفع إجمالي استثمارات البنوك الإماراتية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى 141 مليارا و400 مليون درهم خلال الربع الأخير من العام 2019 بنمو نسبته 11.3%. وتعد المملكة العربية السعودية الوجهة الاستثمارية الأكبر للبنوك الإماراتية، حيث بلغت قيمة استثماراتها خلال الربع الأخير من العام 2019 نحو 76 مليارا و400
مليون درهم. وعلى مستوى استثمارات البنوك الإماراتية في السوق العماني، فقد بلغت خلال الربع الأخير من العام 2019 نحو 24 مليار درهم، فيما وصلت إلى السوق البحرينية إلى 23 مليار درهم و18 مليار درهم في السوق الكويتية. أفادت بيانات مصرف قطر المركزي بارتفاع إجمالي الدين الخارجي لقطر بنهاية العام 2019 بنسبة تناهز 25% على أساس سنوي إلى نحو 54 مليار دولار أمريكي، وذلك بحسب ما نقل موقع سي إن بي سي عربية. كما وارتفع إجمالي قروض القطاع العام القطري بنهاية شهر يناير بنسبة 4.15% على أساس شهري إلى ما يعادل 91 مليار دولار. وسبق لوكالة بلومبرغ أن أشارت قبل أشهر إلى أن الدولة القطرية تمر بوضع اقتصادي صعب. النشرة الاقتصادية مشاهدينا مستمرة من تلفزيون البحرين، وفيها بعد قليل. أغنى أثرياء العالم يخسرون 139 مليار دولار بسبب انتشار فيروس كورونا. أحالت إدارة الرئيس الأمريكي خطة لمكافحة فيروس كورونا إلى الكونغرس، تطلب من خلالها 2.5 مليار دولار لتسريع عملية تطوير اللقاحات ودعم أنشطة التأهب والاستجابة وشراء المعدات واللوازم مثل الأقنعة الواقية والبرامج العلاجية. وقد أفادت وكالة بلومبرغ أن 535 مليون دولار من المجموع ستأتي من أموال لم تنفق خلال الجهود لمكافحة فيروس إيبولا، فيما ستتم إعادة تخصيص أموال كانت لمشاريع أخرى بقيمة 1.25 مليار دولار، على أن يكون المبلغ المتبقي أموالا جديدة. وفي تايوان، وافق البرلمان على حزمة بقيمة 2 ملياري دولار أمريكي للمساهمة في تخفيف أثر تفشي فيروس كورونا على اقتصاد البلاد المعتمد على الصادرات. وتتضمن الحزمة قروضا للشركات الصغيرة ودعما لوكالات السياحة المتضررة بشدة، وتخفيضات ضريبية لسائقي الحافلات السياحية، وحتى قسائم خصم للإنفاق على الغذاء في أسواق تايوان، وهي مصدر جذب كبير في المعتاد للسائحين الأجانب. ونبقى في شأن الفيروس المستجد، حيث يتوقع رئيس البنك الدولي ديفيد مالاباس أن يفشل الاقتصاد العالمي خلال النصف الأول من عام 2020 في النمو بوتيرة 2.5% المتوقعة سابقا لإجمالي العام. وقال مالاباس في تصريحات خلال تجمع لخبراء الاقتصاد في واشنطن إن الأنباء الجديدة هي أن هذه الأرقام أعلى قليلا من وتيرة النمو المسجلة في عام 2019، ولكن الأنباء السيئة تكمن في أن النصف الأول من المحتمل أن يشهد وتيرة نمو أقل من المتوقع بسبب فيروس كورونا. والآن مشاهدينا نترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية. ذكرت وكالة بلومبرغ أن أغنى أثرياء العالم خسروا خلال يوم الاثنين وحده قرابة 139 مليار دولار بعد انهيار البورصات العالمية بسبب مخاوف اقتصادية من انتشار فيروس كورونا. وأشارت الوكالة إلى أن هذه الخسائر تعد الأكبر لمليارديرات العالم منذ أكتوبر عام 2016، وأضافت أن كل من جيف بيزوس رئيس ومؤسس شركة أمازون وبرنارد أرنو رئيس ومؤسس مجموعة لوي فيتون قد خسر يوم الاثنين 4.8 مليار دولار، فيما خسر مالك مجموعة الملابس زارا أمانسينو أوتريغا 4 مليارات دولار. أما مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك فقد خسر 3.480 مليار دولار.